السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد الجزء الثاني من درسنا اللي هو مصر تحت الحكم الروماني. هناخد النهاردة مظاهر الحضارة أثناء الحكم الروماني. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة الحياة السياسية. وأول لما أشوف كلمة الحياة السياسية زي ما قلت لكم في مصر تحت حكم البطالمة، إن أنا هتكلم عن حاجتين، هتكلم عن نظام الحكم وتاني حاجة نظام الإدارة. طيب بالنسبة عندي الأول حاجة نظام الحكم، مصر دلوقتي مين اللي هيحكمها؟ هنقول ان خضعت مصر لإشراف اكتافيوس مباشرة، وذلك بعد انتحار كل من أنطونيوس وملكة كليوباترا السبعة، بعد لما اكتافيوس انتصر عليهم في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد. تاني حاجة ان الرومان لما حكموا مصر كانوا بيكرهوا المصريين جدا، وحرموا على المصريين من الاشتراك في حكم البلاد. وهيجي سؤال مهم جدا في الجزئية دي، وهيجي يقولك ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. هيجي يقولك أشرك الرومان المصريين في حكم البلاد، يعني قصده إيه؟ إن الرومان خلوا المصريين يشتركوا في حكم البلاد. طبعا أقول له العبارة خطأ، والتصويب بتاعها هيكون إن الرومان حرموا المصريين من الاشتراك في حكم البلاد. تالت حاجة عندي ان هم وضعوا حاميات عسكرية قوية للدفاع عن البلاد. يعني ايه كلمة حاميات عسكرية؟ يعني جيش قوي جدا. يبقى الرومان وضعوا حاميات عسكرية قوية للدفاع عن البلاد. رابع حاجة عندي ان هم حكموا مصر بالقوة العسكرية. كل حاجة كانت استبدادية، وكل حاجة كانت برأيهم هم من غير رأي المصريين. يبقى المصريين لم يشتركوا في حكم البلاد أثناء الحكم الروماني لمصر. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها بقى اللي هي نظام الإدارة. طيب احنا كنا عارفين ان نظام الإدارة في مصر، ان مصر كانت مقسمة الى 42 اقليم. البطالمة لما جم استولوا على مصر وحكموها حافظوا على التنظيم الإداري ده. طيب هل بقى الرومان هيحافظوا على النظام الإداري ده ولا مش هيحافظوا؟ لا، هما ما حافظوش على النظام الإداري في مصر. طيب عملوا إيه؟ قسموا البلاد إلى ثلاثة أقسام. طيب إيه هما الثلاث أقسام دي؟ زي ما باين دلوقتي عندنا في الخريطة، مصر العليا دي أول قسم، تاني حاجة اللي هو مصر الوسطى ده القسم الثاني، تالت قسم اللي هي مصر السفلى. يبقى الرومان لم يهتموا بنظام الإدارة في مصر مثلما فعل البطالمة. عملوا إيه؟ غيروا فيه، ما حافظوش عليه. يبقى هم قسموا البلاد إلى ثلاثة أقسام زي ما احنا شايفين على الخريطة، مصر العليا، مصر الوسطى، مصر السفلى. طيب عايزين نعرف بقى اللغة الرسمية في مصر أثناء الحكم الروماني كانت إيه؟ هي اللغة اليونانية. يبقى اللغة الرسمية في البلاد كانت اللغة اليونانية زي البطالمة ما عملوا بالظبط. بس هنا في حاجة بتختلف، إن هم عملوا لغة خاصة للجيش. إيه هي اللغة دي؟ هي اللغة اللاتينية. يبقى لما أجي أتكلم عن نظام الإدارة في مصر تحت الحكم الروماني، أقدر أقول إن هم قسموا البلاد إلى ثلاثة أقسام. إيه هي؟ مصر العليا، مصر الوسطى، مصر السفلى. واستخدموا اللغة اليونانية لغة رسمية للبلاد. أما اللغة اللاتينية فكانت في الجيش فقط، كانت خاصة بالجيش فقط. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة اللي هي الحياة الاجتماعية في مصر أثناء الحكم الروماني. هنقول إن المجتمع المصري أثناء الحكم الروماني كان مجتمع طبقي. يعني إيه مجتمع طبقي؟ يعني عايش فيه كذا طبقة، مش طبقة واحدة بس. طيب السؤال اللي هيجي في الجزئية دي هيجي يقول لي دلل على صحة هذه العبارة. وقلنا يعني إيه دلل على صحة هذه العبارة أو إثبت تاريخيا؟ يعني إثبت لي إن العبارة دي صحيحة. كان المجتمع المصري أثناء الحكم الروماني مجتمعا طبقيا. يعني إيه كلمة مجتمعا طبقيا؟ إن عايش فيه كذا طبقة. طيب الطبقات اللي كانت عايشة في المجتمع المصري أثناء الحكم الروماني هم أربع طبقات. الطبقة الأولى اسمها طبقة الرومان، وهي الطبقة العليا. يعني إيه الطبقة العليا؟ إن هي أعلى طبقة موجودة في مصر.
طيب ليه؟ لأن الرومان هم اللي تولوا جميع الوظائف العليا، أي الوظائف العليا والوظائف المهمة في المجتمع المصري مين اللي كان بيتولاها؟ الرومان. تاني حاجة طبقة الإغريق، طبقة الإغريق دي حصلوا على بعض الامتيازات. يعني إيه الامتيازات؟ يعني المفاجآت أو الهدايا. زي إيه؟ الإعفاء من دفع بعض الضرائب، كان في ضرائب المفروض ان هم كانوا بيدفعوها، كان في بعض الضرائب كانوا ما بيدفعهاش. طيب يبقى تالت طبقة عندي طبقة اليهود، برضو الطبقة دي حصلت على بعض الامتيازات نتيجة قربهم من المستعمر الروماني. يبقى طبقة اليهود برضو خدوا بعض الامتيازات. ايه هي الامتيازات دي؟ مش مذكورة عندنا في كتاب المدرسة. طيب خدوا الامتيازات دي بناء عن ايه؟ لانهم كانوا مقربين جدا من المستعمر الروماني، يعني كانوا مقربين جدا من الرومان، فالرومان ادوهم الامتيازات دي. رابع طبقة عندي طبقة المصريين. طبقة المصريين دي كانت طبقة ضعيفة جدا، والرومان جايين على المصريين جدا، بمعنى ان هم كانوا بيعملوهم معاملة سيئة للغاية. طيب المصري طول عمره ما بيحبش حد يعامله وحش ولا حد يظلمه او يضطهده. نتيجة المعاملة السيئة دي المصريين عملوا ايه؟ قاموا بثورة ضد الحكم الروماني. سموها ايه الثورة دي؟ ثورة الرعاه والفلاحين. الثورة دي كانت في القرن الكام؟ في القرن الثاني الميلادي. طيب في سؤال هيجيلي غير دلل على صحة هذه العبارة اللي احنا لسه قايلينه من شوية؟ في سؤال تاني ومهم جدا هيجي يقولك بما تفسر قيام المصريين بثورة الرعاه والفلاحين في القرن الثاني الميلادي ضد الرومان. هنقول ان المصريين ليه قاموا بالثورة دي؟ هنقول بسبب سوء معاملة الإدارة الرومانية لهم، مما أثار كراهيتهم فقاموا بالثورة ضدهم. ودي كان الحياة الاجتماعية في مصر أثناء الحكم الروماني. ثالثا الحياة الاقتصادية، كانت سياسة الرومان الاقتصاد. بعد كده هنيجي نتكلم عن ثالث حاجة وهي الحياة الاقتصادية في مصر أثناء الحكم الروماني. يعني ايه كلمة حياة اقتصادية؟ يعني زراعة وصناعة وتجارة. طب هل الرومان اهتموا بالزراعة والصناعة والتجارة زي ما البطالمة اهتموا بيها؟ هنقول الرومان اهتموا جدا 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 بالحياة الاقتصادية. طيب اول حاجة هنيجي نتكلم عليها دلوقتي الزراعة. هنقول اهتم الرومان بشؤون الري في مصر، وقاموا بإصلاح شبكات الري وتطهير الترع والمصارف، وعملوا ايه تاني؟ اعادة بناء الجسور. وبيجي عليها سؤال مهم جدا هيجي يقولك دلل على صحة هذه العبارة، اهتمام الرومان بالزراعة أثناء حكمهم في مصر، ان هم ازاي اهتموا بالزراعة أثناء حكمهم في مصر. هنقول ان هم اهتموا بشؤون الري وقاموا بإصلاح شبكات الري وتطهير الترع والمصارف وإعادة بناء الجسور. بس قبل ما اجي اتكلم عن الزراعة والصناعة والتجارة، انا عايز اعرف الرومان عملوا ايه بالنسبة للموارد الاقتصادية اللي كانت موجودة في مصر. الرومان كانت سياستهم الاقتصادية في مصر كانت صورة من صور الاستغلال الاقتصادي. يعني ايه؟ الرومان استغلوا الموارد اللي موجودة في مصر لصالح روما. يعني عملوا ايه؟ كانت مصر بالنسبة لهم مزرعة للقمح، بيزرعوا القمح عندنا. طيب بيودوا القمح اللي اتزرع عندنا ده فين؟ بيودوه للشعب بتاعهم، للسكان بتاعهم اللي هم في روما. طيب بكده هيستفادوا ايه؟ يكسبوا تأييدهم ليهم. يبقى تاني سياسة الرومان في مصر كانت صورة من صور الاستغلال. ليه؟ لأن الرومان استغلوا موارد مصر الاقتصادية جدا لصالحهم هم مش لصالحنا احنا. عملوا ايه؟ خلوا مصر دي عبارة عن مزرعة للقمح، كانوا بيزرعوا القمح عندنا وبيزودوا بيه سكان روما. ليه؟ علشان يكسبوا تأييدهم ليهم. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الصناعة. هنقول شهدت الصناعة في عهدهم تطورا كبيرا للغاية، زي برضو التطور اللي كان موجود في عهد دولة البطالمة. طيب
مين كانت مركز الصناعة في مصر؟ هي مدينة الأسكندرية، زي برضو عهد البطالمة بالظبط. كانت مركز الصناعة في مصر كانت مدينة الأسكندرية. اللي يهمني في الصناعة النقطة اللي جاية دي، اللي هي لم يتبع الرومان نظام الاحتكار كما فعل البطالمة. طيب لما هم ما احتكروش أي صناعة من ضمن الصناعات، كانت الصناعة في إيد مين؟ في أيدي أفراد الشعب باستثناء بعض الصناعات الأساسية. طيب إيه هي الصناعات الأساسية اللي كانت متوفرة عندنا؟ النسيج، الزجاج، البردي والعطور. معنى كده أن الرومان لم يتبع نظام الاحتكار زي البطالمة. البطالمة احتكروا بعض الصناعات زي صناعة الزيوت وصناعة المنسوجات الصوفية وصناعة المنسوجات الكتانية. التجارة. طيب هنتكلم دلوقتي عن ثالث حاجة من الحياة الاقتصادية وهي التجارة. أول حاجة المفروض أعرفها إن الأسكندرية كانت أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط. نتيجة إيه؟ الإزدهار اللي عم على الإمبراطورية الرومانية. وفي سؤال مهم جدا بيجي يقول بما تفسر إزدهار التجارة داخل وخارج مصر أثناء حكم الرومان؟ هنقول بسبب ايه؟ اول حاجة استقرار الامن. كان الامن مستقر جدا في مصر بدليل ايه؟ ان كان كل حاجة في الحكم برأيهم هم مش برأي المصريين. تاني حاجة الغاء الرسوم الجمركية على الواردات. يعني ايه؟ انا لو عايز استورد اي حاجة من برة المفروض ادفع عليها رسوم، هم لا، الغوا الرسوم الجمركية دي على الواردات. تاني حاجة ارتفاع، ثالث حاجة ارتفاع مكانة الأسكندرية كميناء تجاري مهم، لأن احنا عرفنا دلوقتي ان الأسكندرية كانت أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط، وبالتالي كان ميناء الأسكندرية ذات مكانة كبيرة ما بين المواني اللي كانت موجودة في الوقت ده. رابعا الحياة الثقافية. بعد كده هنتكلم عن الحياة الثقافية والعلمية في مصر تحت الحكم الروماني. اللي أنا عايز أعرفه الجزئية دي إن المفروض إن مدينة الأسكندرية كانت المركز الثاني بعد روما في مجال نشر فنون العلم والثقافة المختلفة زي الطب والجراحة والفلك. يبقى مين كان في المركز الأول؟ روما. طيب والمركز الثاني كانت مين؟ مدينة الأسكندرية. ومن العلوم اللي اشتهرت بيها مدينة الأسكندرية الطب والجراحة والهندسة والفلك والتاريخ والجغرافيا والفن. طيب ومدينة الأسكندرية كانت بتعمل ايه تاني؟ كانت بتستضيف العلماء، يعني بتخليهم يجوا عندها علشان خاطر يعملوا بحوث في فروع العلم المختلفة. طيب وعملت ايه تاني؟ عملت مسارح، والمسارح دي اللي هي مفردها مسرح. طيب المسارح دي كانت اهميتها ايه؟ ان هم يحتفلوا باعيادهم الدينية. خامسا العمارة. خامس حاجة هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي العمارة. هل الرومان اهتموا بالعمارة زي ما البطالمة اهتموا بالعمارة؟ اهتموا بالعمارة وعملوا حاجات جديدة البطالمة ما عملوهاش. طيب زي ايه؟ زي المسارح والبوابات والحمامات العامة وأقواس النصر والمعابد. وعملوا المعابد على شكل 3 طراز، الطراز الإغريقي والروماني والمصري. يعني ايه كلمة طراز؟ يعني لما اشوف المعبد ده اشوف شكله وطريقة البنى بتاعته اعرف هو على الشكل المصري ولا الروماني ولا الاغريقي. يعني من خلال شكله اقدر ان انا اعرف هو مبني على انهي طراز، على انهي شكل. فبيجي سؤال مهم في الجزئية دي ويجي يقولك دلل على صحة هذه العبارة. اقام الرومان عدة منشآت معمارية في مصر. اقول اثبت له ان العباره دي صحيحه ازاي؟ اقول له اللي عمله الرومان. اقول له اقام الرومان عده منشات معماريه مثل المسارح والبوابات والحمامات العامه واقواس النصر والمعابد. والمعابد كانت بتبنى على 3 طراز،
اللي هو الإغريقي والروماني والبعض الآخر كان على الطراز المصري. وبكده ده كان درسنا النهاردة. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا وتحلوا عليه طبعا تدريبات الكتاب والبوكلت. وأي حد واقف قدامه أي سؤال يبعت لي وأنا هجاوبه إن شاء الله. والمرة اللي جاية هناخد درس من دروس الجغرافيا اللي هو النبات الطبيعي والحيوان البري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.